شوفي البرنامج هو اللي تيختارك، حيت البرنامج هو اللي عطاك الفرصه في هذيك اللحظه، في ديك اللحظه انت كنتي واحد الانسان اللي خصك هذيك الفرصه. اي برنامج كان جا وعطاك داك الفرصه كنتي غتمشي له، وكانت اورانج طالنت هي اللي عطات الفرصه في ديك اللحظه ومشيت لها. اي واحد كان بلاصتي كان غيعيش اجواء زوينين، لانك مع 29 شاب كاملهم موهوبين وكاملهم زوينين وكاملهم مرحين، كانوا طرائف بزاف. الا جبت وحده غتجبدني الاخرى. لجنه التحكيم عطاتنا شي حوايج زوينين بزاف. انا نتفكر الاخت اسماء المنور اللي كنبغي نوجه لها التحيه، كلمه كانت قالتها ليا بقات عندي، بقيت ديما كنذكرها، هو هذيك انت فين ما حطيناك كتقرض. شتي فاش تسمع هذاك الكلام في هذيك البلاصه كتعطيك ثقه كبيره، وكتخليك انك غادي تزيد ان شاء الله بالمزيان. شي الا تلاقيتي معهم كل مره وعطاوك كلمه بحال هكاك غادي يكون الخير ان شاء الله من هنا لقدام. شوفي الموجه اللي كاينه دابا ماشي شي حاجه، نو بالعكس، غاده زوينه، راه فيها موسيقى، راه موسيقى حتى هي، راه حتى هي ابداع، حتى هي فيها حاجات زوينين، فيها يعني راه موجه. ولكن انا صراحه بغيت ندير واحد لو ستيل ديالي اللي نمشي به انا ونبقى غادي به. الموجه راه زوينه، راه غاده صح، راه فيها موسيقى. مثلا تجي الفرصه انني ندير ديو مع برونو مارس، ما بالنسبه ليا شي حاجه زوينه، وكان تنعرفوا برونو مارس الا درتي مع ديو راه في افاده. هادشي ما كيعنيش انني ما نبغيش ندير ديو مع، بالعكس، راه اي حاجه جات في الطريق من هنا لقدام مرحبا. شوف راه مكتاب داكشي، حنا تنختاروا وي، ولكن داكشي راه مكتاب. الا مكتاب لك دير ديو مع اي واحد راه غادي ديرو ان شاء الله. وحنا اللي عطانا ربي بغيناه. شوف بالنسبه للجمهور انا ما غاديش نقول شكر ولا شوف الجمهور، راه نتوما العائله، نتوما كلشي، نتوما الاعمال. كيف ما تنقول ديما انني ان شاء الله غادي نحاول ندير اعمال زوينه اللي تجمعنا وتردنا عائله كبيره، وحنا غادي تنكبروا كعائله ان شاء الله، ايطاب باغ ايطاب باذن الله.